بعد الكسكسي بالدجاج اللي قاعدين نستنوا فيه معانا الشيف بشير مكمل معانا في ثاني طبق لليوم وشربة لسان العصفور اللي حنشوفه مكوناتها وحنعرف شن طريقه تحضيرها بالضبط بالنسبه للبلد الشقيق الجزائر طبعا الله يكرمك كما قلت هي نفسها نفس شربة الفريك على ثلاث طبقات 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق الأول نحط فيها بصل 10 دقائق الثانيه نحط فيها الجزر والحمص واخر 10 دقائق نحط فيها لسان العصفور باش يستوي سريع الاستواء مثل مثل المكرونه يعني الحلة كالعاده تمام انا اللي حننزل المره هذه سوري اوبس <applause> نزلت سوري لكن لازم ننزل كنت ما فيش حل ثاني فيها شفت عليها النار تمام نحطها غادي وخلي نحطوا هذه بعيده ايه معلش افتحي لي النار بقى. تمام هذه اوكي تمام نخليها عاليه على نعم. لازم بالنسبه عشان تمام تمام الزيت كالعاده الزيت طول. الجميل الجيد <applause> تمام بس هي ما زالت هسه مش ناشفه بس إيه. عادي لان في مرات اضطرتش مع الزيت مع زيت الميه مع زيت ميت تمام خليه يسخن شويه بس هو تنشف لوحده ينشف تمام اللي يحب يحط فلفل مع البصل في الاول يحط مو مشكله يعني بس هو انا احط بصل عشان في ناس ما بتحب تاكل الحارة يعني حط بصل لوحده اوكي يعني يكون اثنين معالق كشي كان كبار ايه خلي يستوي كالعاده لن ياخذ لون يعني ايه راس الحانوت تحطه في الاول ما مشكل هي النار اوكي تو هيك صح قويه قويه النار اي آه، تمام حط عليه راس الحانوت وكركم تمام والثوم اساسي يعني معلقه كبيره ثوم اوكي تمام هذه بدايه الشرب ايه مع شوية مرق اللحم أنا ما بحط في الشرب ما بحط لحم ولا فراخ لا دائما الشرب بحط مرقة لحم تدي نفس الطعم عشان الف... مرقة لحمه ولا دجاج؟ المرقة لحمه ومرقة دجاج ما بستعمل لحم أو دجاج بنفسي آه، أوكي تستخدم في المرقة بس دائما الشرب عشان الشرب ما تمسك وقت أه. والفراخ أو الدجاج أو اللحم يمسك وقت مه. عشان هيك أنا ما بستعمل شيء غير الخضار بس تمام احنا سريعا بس نقول المكونات بسرعه بسرعه اللي درناها من شويه اه 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 نحط البصل قلنا ايه؟ عدنا جزر ايه؟ لسان عصفور تمام طماطم صوص اوكي وما سخنه كالعادة، ما في شيء واللي حطينا توا اه اللي يحب يحط حمص يحط واللي ما يحب يحط حمص يحط حمص والتوابل توابل انا حطينا راس الحانوت ومرق اللحم وثوم وكركم أربعة تمام اللي ما لحقش علينا عاودناهم بسرعه بسرعه هيك من جديد لكل ما تحقق بينا في هاللحظات ونقول لك حاليا قاعدين نديروا في شربه لسان العصفور بس بالطريقه الجزائريه المية مية صح مية ايه طبعا. كمية ولا ايه صب 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 رتل دايما رتل آه. اوكي تمام تمام <applause> يسأل المتفرج يقول ليه ما بتحطش ملح؟ أنا مش بحط ملح مش ملاحظة أني ما بحطش آه. لا ما أنت مرق قلت اللحم. ما تحبش صحيح. لأن هذيك تقطع في الملح, عد الملح. أه يعني مرق اللحم عدم ملح ما أحط م. ملح كبير بس و... في ناس اللي تحب زيادة, اللي زيادة ملح تقدر تضيف آه يعني ما عندهاش مرق مشكلة. اللحم وخصوصا أنا ممتاز لكن يجي فيه ملح هذه خلوها شوية توا ولا؟ حط عليها طماطم صوص تمام معلقة ونص طماطم صوص تو هي معروفة ديما شربت لسان العصور مش عارفة ليش من يوم وعيت على الدنيا معروفة أن هي أه تبع مصر ولها قصه في مصر ولها كذا، فشو قصتها في أه في, الجزائر في الجزائر يعني؟ في الجزائر لسان العصفور احنا بنعمله مثل الكسكسي. اها يعني موجود عندنا لسان العصفور موجود بكثره، ولكن نعمله مثل الكسكسي يعني مثل هذا يعني في لسان عصفور في نوع غريبة شوية زي الكسكسي بس ممتاز، اه. وفي شبهه اسمه تليتلي. اسمه؟ تليتلي اسمه، شبهه جدا. تمام اسمه موجود هون في تركيا يعني ما اه شفت اه اه. تليت اول مره نسمع بها موجود في المغرب كله معروفه لو المغرب الجزائري يفهموني تليت العصفور العصفور نقدر نعمله زي الكسكسي مثل الكسكسي فهو ناكله بصوص على طول فهو موجود موجود فالطريقه مو اصليه جزرية لكن اتاخذت اكيد من المشرق العربي يعني تمام لكن بطريقه اكيد تحديث الطريقه اكيد طبعا كل بلاد احنا عندنا في ليبيا نقولوا في مثل يقولوا كل بلاد وعزاها كل بلاد وعزاها كل احنا نقولوا كل بلاد ورطالها نفس الموضوع نحط جزره كامله يعني عشان... كل بلاد ولها عاداتها ولها تقاليدها ولها ثراتها ولها اشكال مختلفه من ال... العادات القديمه والجديده صحيح. وال الاكلات والطبخات يعني كلها مختلف كل حد وكيف هو اصلا في بلاده كيف في يدير فيها فغير يعني ديما نقول سبحان الله في الحاجه يعني حطينا جزره كامله وحطينا نحط نصف كوسه اوكي نصف فقط هذول الاثنين راح في الاخير نفرمهم لاحظت أنا تو حاجه كيف جايب بنقول لك لاحظت انه ايه ليش في اه اغلب أنا الاكلات في, في الجزر اغلب الاكلات في والكسكسي باش في الاخر ندير بهم منظر نحطهم شفت ليش لما حطينا منظر بيدو منظر جميل جدا بس حتى لما نشوف من قبل في الكسكسي مثلا برا او كذا او في <applause> إيه؟ آه يوروا مثلا في التلفزيون في ديما 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 كاملين ما يقطعوش كامل. فيهم حتى هون. فلفل تلاقيه كامل مثلا آه للمنظر اكثر اوكي هو بيدي الطعم تاعه لكن للمنظر اكثر نوطوا عليها هذه؟ هذه خليها عالي خليها عالي ما هيك ممكن تطرطش لا ما تطرطش ما تمام اوكي ان شاء الله على مسؤوليتك على مسؤوليتك الخاصه هذه خلاص هلا هذه تمام هذه خلاص تغطيها وتخليها قديش نخله؟ بتخليه 10 دقائق بالضبط. تمام. ونرجع لها ونفرم هذا من الاثنين ونحط اللي ما قلت لك ثلاث اجزاء. امم 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق، ال 10 دقائق الثانية نحط عليها لسان عصفور. تمام. يعني نستناه 10 دقائق ونشوف حاجة ثانية ونروح نشوف. مثلا احنا ممكن تو حاليا نقدروا نمشوا لسلاطة على طول نديروا صلاطتنا مباشرة من غير ما ناخذ راحة مازال يبي الشيف راحة تمام خلاص خلينا نمشوا على خاطرك شيف وعلى خاطر كل الناس اللي نعرفوهم نمشوا لراحة صغيرونة يرتاح الشيف شوية ونمشوا لشربتنا نشوفوها شنو بيصير فيها بعد المرحلة الثالثة ونرجع لكم بطبقنا الأخير واللي هو صلاطة الخضراء مع الشيف بشير اليوم على وعد تي في خليكم في المشاهدة مرحبا ما تمشوش بعيد